ده عش حصين ومستحيل على الحيوانات المفترسة دخوله. بس ازاي قدر الطائر يوصل لكده؟ ده طائر ابو قرن، وعشان بناء عش هو امر خطير جدا، فبيدور الطائر على فجوة داخل الاشجار يصنع فيها عشه. بتدخل الانثى داخل عشها المستقبلي وبتعمل شيء غريب جدا، بتبدأ تقطع فريش طيرانها لانها مش هتحتاجه لفترة طويلة بعد كده، وبيجلب شريكها التين في منقاره وبتبدأ في اغلاق العش على نفسها. حولت فجوة داخل شجرة الى حصن منيع مقاوم للحيوانات المفترسة. العش دلوقتي أمان، لكنه كمان سجن عليها. شريكها على الناحية التانية هيكون زائر دائم عليها، وعلى مدار الشهرين القادمين هيقوم بتوصيل جميع الطعام اللي هتحتاجه إلى فمها مباشرةً.